القافلة الوردية في دولة الإمارات رفعوا شعار 7 سنوات لسبع إمارات، اللي هذه كانت عبارة عن توعية ضد سرطان الثدي. طبعا الله يعافينا ويعافي الجميع إن شاء الله، ولكن كان الهدف من هذه القافلة إنه النساء يعملوا فحص مبكر. المزيد عن القافلة الوردية بهذا التقرير. مضمون انه بكل خطوه بيقوموا فيها هاي الفرسان، راح في سيده ان كانت بالامارات او بالعالم العربي او حتى في العالم راح تسمع هاي الخطوه، راح تشوف، راح تقرا، وراح تفهم انه عليها انه تقوم بواجبها تجاه نفسها بالقيام بالفحص المبكر وفحص الماموجرام. وهذا اهم شيء بهاي مبادره القافله الورديه وغيرها، وبالذات لانه سرطان الثدي هو يحتل المركز الاول لكل السرطانات في عالمنا العربي. وطبعا يعني كلياتنا بنحب نسائنا، هم مين؟ امهاتنا، صديقاتنا، بنات عمنا، الى اخره. لازم، والمشكله انه بالسابق كانوا يتوفوا بس لسبب الجهل او الخوف انه ما بدهم يواجهوا المرض، بفكروا انه اذا بتخبوا منه انه بيروح لحاله. ولكن احنا هلا في العلم، وفي صار انه اذا الوحده تمسك هذا المرض في مراحله الاولى، مرحله الصفر او المرحله الاولى، نسبه الشفاء توصل 90%. المسيره فرسان القافله الورديه السابعه، شعار هذا العام 7 سنوات لسبع امارات. طبعا كان تم تشريف هذه المسيره السابعه بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقه وقرينته، واحنا جدا سعيدين اليوم لان فعلا هذا السنه السابعه هاي تعني لنا الكثير. خلال 7 سنوات تمكنا من فحص العديد من السيدات والرجال ايضا، وطبعا لله الحمد المسيره مستمره من الوعي. نحن من خلال وزاره الصحه ووقايه المجتمع ندعم ونساهم في مسيرة القافلة الوردية في إمارة الشارقة التي انطلقت هذا اليوم المسيرة السابعة، من خلال عقد شراكة بتوقيع اتفاقية مع القافلة الوردية، وكذلك إنشاء مكتب للسجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مركز تعزيز صحة الأسرة في الشارقة، لما له من أهمية بتوعية خاصة السيدات لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. من خلال الكشف المبكر سوف نساهم في علاج الحالات الإيجابية وشفاها. هذه الحملة هي تلعب دور هام جدا مهم بأن كسر الحاجز، أن السرطان لم يعد مرضا قاتلا، السرطان يمكن الوقاية منه ويمكن أيضا الشفاء منه. أكثر من 40% من السرطان يمكن الوقاية منها بنمط حياة صحي، بالرياضة وغذاء صحي. 40%، أكرر، أكثر من 40% من جميع أنواع السرطان يمكن بإذن الله التعافي منها إذا ما اكتشف في مراحل مبكرة، بينما سرطان الثدي قرابة 98% يمكن بإذن الله الشفاء والتعافي منه، فقط لنعمل ونكسر الحاجز والكشف المبكر.